ليفربول يلعب مين في دور ال 16؟ اوعى تقول انتر سام، انا بحبك. بص ده بيعمل، ده بيعمل قرعه في دماغه. ده بيعمل قرعه دلوقتي. بص يا انتر يا سيتي. لا هو مش ساكت انتر، مش ساكت انتر تاني، مش ساكت انتر، لا ولا انتر ولا سيتي، لان سيتي السنه الثانيه على التوالي مش هيلاعب فريق انجليزي وانتر تاني وليفربول تاني. يبقى يلاعب بايرن بقى. مين هو؟ هو بايرن، بايرن، بي اس جي، ريال مدريد، بورتو. اتمنى بورتو طبعا، لا بقى لهم سنتين بيقعوا مع بورتو، ما اعتقدش. اتمنى بورتو طبعا. تفتكر يلعبوا مين في دور 16؟ بي اس جي. بوم بوم بوم. بس كريم، في حد عايز نديله حقه، بس فرقه صغيره مش زي بي اس جي ومانشستر سيتي. يلا سريعا كده. اوليفر جلازنر مدرب فرانكفورت النهارده بيصعد. دي اول مره في تاريخ النادي يصعد من دور 16. ده اللي خد في سكته السنه اللي فاتت في ربع النهائي، داس على برشلونه لا لحد ما وصل النهائي وكسب رينجرز بضربات الجزاء وحقق اوروبا ليج، ده بطل اوروبا. فالحقيقه فرانكفورت مع اوليفر جلازنر حاجه تستحق الاشاده. يلعب مين ليفربول في دور 16؟ بورتو ان شاء الله. اي حد غير انتر كريم؟ مفيش انتر، مفيش انتر تاني، مش عايزينها تاني. يلعب انتر. يلعب مين؟ بايرن. بصوا عندك بايرن، ممكن يلبس بايرن، بايرن، بي اس جي، بايرن، بي اس جي، بورتو، ريال مدريد. اقول لك سيتي بسرعه، انا مختلف معاه في حاجه. سيتي البازل الوحيده اللي ناقصه عشان يكسب تشامبيونز ليج هي كانت هالاند، وهالاند موجود. حلوه. طب انا مش مختلف، بالعكس متفق معاه جدا، متفق معاه جدا. اكملها في ظل وجود هالاند محدش يقدر عليهم لو في يومهم. هي دي البازل ان شاء الله. عموما يعني دوري الابطال ما يخرجش من ليفربول او ريال مدريد باذن الله. كفايه ريال مدريد بقى كريم، ريال مدريد ان شاء الله. ريال مدريد فرقه صغيره تاني، بس سريعه كده. كنت لحق نفسه، كنت لحق نفسه. حلو قوي. مع توتنهام، مع توتنهام للاسف الوقت خلص. اسف. شكرا 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 جزيل.